أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال. حفل افتتاح التمرين كاتلاس إكسبرس دورة 2021. استمرار حرائق في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون بأمريكا. أهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرجي اليوم في القصر الرئاسي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال السيد جيمس أسوان. ويقوم الدبلوماسي الأممي بمهمة استشارية وتنسيقية في هذه الأيام مع قادة المنطقة وتحديدا دول أصدقاء الصومال. ويأتي هذا اللقاء في إطار تبادل الطرفين حول التطورات الأخيرة للأوضاع في الصومال. ودعا رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرجي إلى نشر قوات مسلحة أممية في قلب أميسوم، وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار والأمن في ربوع الصومال. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف. مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أشار في كلمة له إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى الدول المجاورة للصومال، وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور مع كبار المسؤولين في جيبوتي حول الأوضاع في الصومال وتبادل بعض الملاحظات حول ما يدور في الصومال، كما تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي قام بها أو بتنظيمها منذ عدة أسابيع بعد الدول الصديقة للصومال من بينها دول الشرق الأوسط، وأقوم أيضا بالتواصل في بعض الدول في القرن الإفريقي. وقال تحدثنا حول أهمية تنفيذ اتفاقية 27 من مايو والتي أبرمتها بعض ممثلين للمناطق والحكومة الفيدرالية الصومالية. رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف علق هو الآخر في تصريح للتلفزيون الوطني على زيارة السيد جيمس أسوان في جيبوتي ولقائه رئيس الجمهورية. نتابع مع فيصل الأزهري. Je dois d'abord rappeler que James Swan est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. إن جيمس سوان هو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، ومن ثم فهو يتولى هذا الملف منذ عدة أعوام. وتثمن جيبوتي العمل الذي قام به في الصومال الذي يمر اليوم مرحلة مفصلية للعبور إلى المستقبل، حيث ينتظر أن تجرى انتخابات مهمة في نهاية العام. وأعتقد أن سكرتارية الأمم المتحدة تعزز مواكبتها وتقديم الدعم الضروري إلى الصومال عبر السيد جيمس إسوان، حتى يكون في قدرة الصوماليين من هندسة مصيرهم عن طريق الاختيار السياسي والمضي نحو الاستقرار السياسي، ما يسمح بعمل المؤسسات الجديدة والنهوض بدورها في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذا البلد المجاور. كذلك من النقاط المهمة موقف جيبوتي والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، فنحن نعتبر أنفسنا معنيين فيما يتعلق بالأمن عبر أميسوم بوجود جنودنا في الصومال، ونحن نحاول المساهمة بشكل إيجابي في التطور الأمني نحو مزيد من الاستقرار والسلام. وزير الصحة الدكتور أحمد روبلا عبد الله صباح اليوم بتفقد وحدة إنتاج الأكسجين الطبي الكائن في بلدية بلبلة. وتأتي هذه الزيارة عقب التوجيهات الوزارية لتوفير الأكسجين ذات الجودة، وذلك بسبب احتمالات موجة جديدة لكوفيد 19. هذا وقام الوزير بالتفقد أعمال الصيانة الروتينية وحسن سير أعمال الوحدة لإنتاج الأكسجين التي تنتج أكثر من 1000 قارورة يوميا.
وخلال هذه الزيارة أكد الوزير أن وحدتي الإنتاج الأكسجين ستصل خلال الأسابيع القادمة، وذلك لمضاعفة القدرة الإنتاجية الحالية والحصول على الأكسجين بشكل متواصل على مستوى جميع الهياكل الصحية في جوة العاصمة والمناطق الداخلية. برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق زكريا شيخ إبراهيم، نظمت قيادة خفر السواحل الجيبوتية والبحرية الجيبوتية بشكل مشترك حفل إطلاق تمارين كاتلاس إكسبريس لعام 2021. وجمعت هذه النسخة من التدريبات لهذا العام العديد من المسؤولين العسكريين والإقليميين أو المعسكريين الإقليميين والدوليين، فضلا عن ضباط رفيع المستوى من جيبوتي. وحظي الوفود المشاركة في هذه المناسبة باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل قائد خفر السواحل الجيبوتي، وذلك لإطلاق هذه التدريبات كاتلاس إكسبريس. يشارك في هذه المناسبة قائد القوى العملاتية المشتركة في القرن الإفريقي أفريكوم، وقائد القوات الفرنسية المتمركزة في جيبوتي، وذلك كذلك أيضا ضباط يمثلون القوات المسلحة للدول الصديقة. هذا وحظي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة باستقبال حار من قبل قائد خفر السواحل الجيبوتي العقيد وعيسى عمر بقلي. وعقب الترحيب قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الوطنية باستعراض عسكري أمام الوحدات العسكرية المتمركزة في موقع الحفل. warwal bagish ka adubga goob ee gibirsaneen lagu gamay waxaan ahay gardekood hebaha yeyeen aguda hamba idan u garo gafariga habeenki guura gal araba idan u garo gafariga habeenki guura gal araba warwal bagish ka adubga goob ee gibirsaneen. وتهدف هذه التمارين التابعة للقوات المشتركة أفريكوم في إطار تعزيز قوات عناصر خفر السواحل والبحرية الجيبوتية وقوات الأفريكوم للمحاربة القرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية في المياه الإقليمية والدولية. وعقب الترحيب الرسمي استضاف مركز التعليمات البحرية التابعة لخفر السواحل الجيبوتي الواقع في معسكر دولاري حفل افتتاح نسخة 2021 من تمرين كاتلاس إكسبريس. ويجمع هذا التمرين السنوي الواسع النطاق بقيادة الجيش الولايات المتحدة الأمريكية أفريكوم إضافة قوات البحرية الجيبوتية وخفر السواحل الجيبوتي وقوات من دول الصديقة، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين. وتجري هذه التمارين عفوا في وقت واحد في جيبوتي وكينيا. وتهدف تمارين كاتلاس إكسبريس إلى تعزيز وسائل التعاون في مكافحة القرصنة والإرهاب البحري وكافة أنشطة غير شرعية التي تهدد الأمن والسلامة البحرية في المحيط الهندي وخليج عدن ومضيق باب مندب. وأقيم الحفل بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي، إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى من بينهم عمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوالة عثمان. قائد القوات البحرية الوطنية العقيد أحمد جامع طاهر ألقى كلمة في هذه المناسبة، عبر فيها عن سروره وارتياحه للمشاركة في حفل افتتاح الرسمي للتدريبات كاتلاس إكسبريس. نتابع. إنه لمن دواعي السرور والبهجة أن ألقي خطابي في افتتاح حفل كاتلاس إكسبريس لعام 2021. جيبوتي لم ولن تزل المشاركة في هذه التمارين منذ بدايته، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير
بجميع المشاركين في التمارين. نحن الجيبوتيين ما زلنا أن نكون في طليعة هذه التمارين، لأن لدينا رغبة سياسية من الحكومة الجيبوتية فيما يتعلق بالأمن والاستقرار البحري وكذلك للإقليم كافة. وأوضح مثال لهذا، فإن جيبوتي ما زالت تلعب دورا مهما في إعادة وحفظ السلام والاستقرار في الصومال مع بعثة أميسوم منذ عام 2011. وفي هذا الصدد يتمثل الهدف الرئيسي من كادلس إكسبرس هو تعزيز الحركة البحرية الآمنة والمفتوحة. وهذا يتطلب من الحكومات الإقليمية الاستعداد التام لحل المشكلات الواجهة مثل محاربة الإرهاب والقرصنة البحرية والتهريب. تقع جيبوتي في منطقة ساحلية واستراتيجية، وإن هذه المنطقة تتسم بعدم الاستقرار، ولذلك فإن حماية الأمن والاستقرار هو من أهم الأولويات للحكومة الجيبوتية. بدوره أشار قائد خفر السواحل الجيبوتية العقيد وعيس عمر بغره إلى أن تدريبات كاتلاس إكسبرس تهدف إلى تعزيز الجهود الحثيثة الرامية إلى محاربة القرصنة البحرية والإرهاب في المياه الإقليمية والدولية. مجددا مع فيز الأسري. سيداتي والسادة والضيوف الكرام، يشرفنا ويسعدنا أن ننضم إلى الأسرة الكبيرة المشاركة في حفل إطلاق تمارين كاتلاس إكسبرس لعام 2021. وهذه التمارين في غاية الأهمية لتعزيز حفظ وحماية الأمن والاستقرار البحرية على مستوى الإقليمي والدولي، وكذلك لحد انتشار وباء كورونا. وفي تنظيم هذه التمارين في الوقت الجاري إشارة واضحة إلى إرادة وتعزيز المصالح المشتركة التي توحدنا اليوم على الرغم من التحديات التي تواجهنا بسبب كوفيد-19. ولأول مرة في أكثر من عقد تشارك خفر السواحل الجيبوتية والقوات البحرية الجيبوتية في هذه التمارين، ليس فقط في جيبوتي ولكن أيضا في كينيا. وهذا لا شك أنه يعزز قدرات وخبرات قواتنا المسلحة في أماكن جديدة وبلدان مختلفة. وهذه المشاركة المتزايدة من وقت لآخر في الأماكن الإقليمية والدولية، وكذلك الدعم الدائم من أفريكوم، يظهر جليا مدى التعاون والتضامن لحماية الأمن والاستقرار العالمي. وفي ختام الحفل، حفل الإطلاق الرسمي للتدريبات كاتلاس إكسبرس، قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق زكريا شيخ إبراهيم وبرفقة السفير الأمريكي بجولة تفقدية إلى مركز التعليمات البحرية التابعة لخفر السواحل الجيبوتي، وذلك في معسكر طرلي. وتسعى عناصر خفر السواحل الجيبوتي تسعى ليلا ونهارا في الحفاظ والحماية على المياه الإقليمية والدولية ومحاربة القرصنة البحرية والإرهاب البحري في المياه الإقليمية والدولية. هذا واطلع الوفد على المهام المنوطة على مركز التعليمات التابعة لخفر السواحل الجيبوتي في محاربة القرصنة البحرية والإرهاب. عقب الأقاليم الشمالية، أطلقت أمانة الدولة المكلفة بالرياضة بتعاون مع المجمع الريادي لإقليم علي سبيح البطولة الصيفية لكرة القدم لصالح لاجئين ناحية علي عطيه، وجرت مراسم إطلاق البطولة الصيفية بحضور المنسق الرياضي لأمانة الدولة المكلف بالرياضة السيد أحمد علي والمدير الإقليمي التابع لوزارة الشباب لوزارة الرياضة السيد يوسف عبد الله ومدير المجمع الرياضي للإقليم السيد أحمد موسى، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين والسلطات المحلية. ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية التي من المقرر أن تستمر قرابة شهر نحو 10 فريق كروي.
وهذا أشاد ممثلو الأمانة بأداء الفريقين الذين تألقا في هذه البطولة الصيفية التي تقام في إقليم علي صبيح سنويا في موسم الصيف. وتجر إشارة إلى أن هذه التظاهرة الرياضية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتنمية الرياضة الوطنية واكتشاف المواهب الجديدة في رياضة كرة القدم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حضور البلاد في المحافل الإقليمية والدولية. دوليا، دمرت ألسنة اللهب المتصاعدة عبر تضاريس الوعرة في شمال كاليفورنيا منازل متعددة يوم أمس السبت مع شداد أكبر حرائق غابات بالولايات المتحدة، وتسبب العديد من الحرائق الأخرى في قرب الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مسؤولون الإطفاء إن الحريق كان يحترق في منطقة نائية مع وصول محدود، مما أعاق جهود رجال الإطفاء أثناء تقدمهم شرقا. وتسبب الحريق أو يسبب الحريق في تفحم أكثر من 73,200 هكتار. من ناحية أخرى، قال مسؤول الإطفاء إن أكبر حريق غابات في البلاد هو حريق بوتليك في جنوب ولاية أريغون، تم تضويقه في منتصف الطريق تقريبا يوم أمس السبت، حيث عمل أكثر من 2,200 من أفراد الطاقم على محاصرته في الحرارة والرياح. إلى هنا أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.